متغربين والعراق يعني الحمد لله. أدي أنا فد رسالة، وهاي فرصة طبعا، وواحد يغتنم هيك فرص، فأحب أقدمها من خلال شاشتكم الكريمة إلى أبو إسراء المالكي. يعني مو بس أحكي عن لي أني، بس أحكي على الشباب كافة، إنه اللي تعب وبذل جهود وجاب شهادات عليا. يعني أتمنى هذول هم اللي يختصون ببناء العراق، أعمار العراق. يعني مريد غربة، لأن إحنا الحمد لله والشكر عدنا شباب هنا عندهم، يعني عندهم شهادات يعني غريبة عجيبة، كلها عندها شهادات والحمد لله والشكر، بس ماكو فرصة. الواحد إحنا أخذنا هالشهادات على مود نرجع بلادنا نخدم بلادنا. أتمنى تصل رسالة ولاء إلى السيد رئيس الوزراء أبو إسراء المحترم وإلى المسؤولين، وأتمنى أنه يخصص بعض التعيينات لشبابنا اللي حصلوا على شهادات عالية من الولايات المتحدة الأمريكية. العراق بحاجة إلى شبابه، العراق بحاجة إلى الخريجين وإلى الشهادات وإلى الناس اللي تعبوا حتى يقدرون يحققون فد نجاح متميز. أكيد ولاء من خلال كاميرا الفيحاء إن شاء الله تصل رسالتك إلى أبو إسراء، وإن شاء الله ترجع للعراق بشهادتك تخدم بلدك العراق. أتمنى والله إن شاء الله، وهي هاي فرصة، وإن شاء الله خير إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك مرة ثانية، وشرفتونا، ويا أهلا وسهلا بكم. ولا عيني، قبل ما أنهي هذا اللقاء القصير وياك، أنا عرفت أنت شاعر وشاعر جميل، أحب أنه أسمع قصيدة منك أيضا نهديها للعراقيين إن شاء الله. والله مو شاعر، بس هوايتي للشعر، يعني أحفظ شعر وألقيه هنا مرات بعض المناسبات يعني. والله ما أدري، يعني الشعر مقدمها إن شاء الله هدية للعراق ولأبناء العراق. يقول: متواعد ويا الفرح والوعد صار سنين، لا مر علي بحلم ولا شفت شوف بعين، يا صوب باب الفرح دلوني يا معودين، لا خذ لمشية عرب سادة وربح خيرين، واعتذر من حضرته لو بذر مني الشين. قالوا لي: من يا وطن انت وسكنكم وين، يا هالغريب شردت تنشد الفرحانين، روح انقلب عبرتك رافج الحزنانين، قلت انا شيع النسب واسكن بقاع حسين، وكل يوم احن العلو للمائلة تشفين، بقاعي كثير النخل وبيها جرى النهرين، انا بن ذاك الوطن القصدت المحتاجين، وبعاصمة موطني بيها زهد قبتين، جنوبي انا وهلي للضيف متلقين، حلاوة طيب قلب ما خالطت وجهين، برض الرميثة صرت وشهودي للعشرين، ولهجة عرب لهجتي لهجة الكوفاويين، وسامرة بيها إلي لتنشدي ماميا، وعاصمة قلب النجف وابعدني عنها البين، موطن غرب موطني موطن المحصومين، وللساعة تنشد علي وتقول لي انت مين. قالوا عراقي قلت ايه، والحسن وحسين، قالوا اندار الفلك واصبحت مهمومين، واهلك الكانوا قبل بالخير شبعانين، مسهم العوز وصفوا يا وسف جوعانين، ناشدت وين الفرح، قالوا لي: متأسفين ممنوع هسه الفرح عن العراقيين. شكرا جزيلا. شكرا. يا طيور الطايرة شوفي هالي، ويا شمسنا الدايرة فرحة هالي، يا طيور الطايرة شوفي هالي، ويا شمسنا الدايرة فرحة هالي، سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير وياك رايح عرف دربه، سلمي للشوق يخضر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير وياك رايح عرف دربه، سلمي.
أكيد بعد ما سمعنا كلام وحكي ولاء هذا الكلام الجميل والرسالة الجميلة اللي قدمها للحكومة العراقية، وإن شاء الله تصل رسالة ولاء من خلال كاميرا الفيحاء، وإن شاء الله ترجعون أنتم الشباب العراقي تخدمون بلدنا العراق. وأيضا أعرف أنت مقدم أيضا طلبات للتعيين، وأيضا محصل هنا على شهادة عليا من الولايات المتحدة الأمريكية، أنت أيضا مهندس طيران ميكانيك. نعم، أول ما أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا هماتيني يعني أدي همات المجال مثل مال أخويا، وهاي يعني مهندس طيران. إيه نعم، ميكانيك طيران، وأدنا هماتيني شهادة ثانية هو ما ذكرها، ديزاين مال آدكات مال 2000. مهندس كمبيوتر، كمبيوتر للسيارات، محرك قطع سيارات. زين، وتخرجنا بها، وبعد ما هاي ما لقينا فرص عمل فدخلنا بهذا المجال مال ميكانيك طيران، قلنا بلكت يعني، واخذنا الشهاده الحمد لله والشكر، هسه احنا جاي نشتغل بها. بس انا احب اقدم هاي الشهاده البلد للعراق والعظيم، يعني انا هذا الطالبه يعني. أكيد طلبك نفس طلب ولاء، هو ترجعون تخدمون بلدنا العراق بشهاداتكم، وإن شاء الله الحكومة تلتجئ إلى شبابها المتعلم خارج العراق واللي محصل على شهادات عالية حتى يرجعون يخدمون بلدهم. أنا سمعت فضاء أنه أنت حكيت، قلت أنا ما أريد راتب، راتب متبرع به للحكومة العراقية وللعراقيين، أريد أشتغل بدون راتب. أيوة، يعني أهم شيء أن أخدم بلدي وأخدم بهاي الشهادة، وانا يعني اكون رافع راسي فوق لما اكون يعني اشتغل لبلدي واسوي هالشغله هاي. يعني انا صراحه يعجبني اروح للعراق. مكان ما يوظفون، يعني مكان ما يوظفون خبراء اجانب. زين، عندكم اولاد البلد مثلا، عندكم اولاد البلد عندهم شهايد، انت ليش تستغلون الخبراء الاجانب مثلا؟ مو احنا هذول، احنا موجودين ودارسين وتعبانين وعندنا خبره، يعني مو تقول مثلا بلا خبره، خبره ولغه يعني من ناحيتين، فنقول ان شاء الله احنا إن شاء انا الله. هم لغتنا عربيه انجليزيه الحمد لله والشكر، ويعني هم اذا ما نفيد بالمجال الطيران والميكانيك عندنا مجال مع اللغه، نقدر نترجم، نقدر نسوي كل شيء يعني. محتاج اطير ويا الهوى اوصل على بلادي ويا اذان الفجر يا محلى بغدادي. محتاج اطير ويا الهوى اوصل على بلادي. اسماعيل، ايضا حبيت اسلم على اهلك وناسك بالعراق من خلال كاميرا الفيحاء. السلام عليكم، اول شيء ارحب بكم هنا ببيتنا، واهلا وسهلا بكم قناه الفيحاء، طبعا قناه العراقيين هنا بالمهجر وحتى بالداخل، لان نتابعها ونشوف قضايا العراقيين اللي تنقلهم عبر شاشاتكم الكريمه. بس انا احب من خلال هذه الشاشه المفضله للعراقيين ان انقل صوره للعراقيين هنا، يعني بحاجه